مرحبا بكل متابعين قناة كوك تيفي على اليوتيوب. احتفلت رغدة امبارحة بعيد ميلادها 22 وشاركتها الاستوريات من أجواء الاحتفال. كش ما أهدام ماشي على البيت وجيش رغدة بالدم الكل بيحاول يوصل المليون وقعد شاركت بيسان اسماعيل على حسابها على انستغرام فيديو كليب اغنيتها الجديدة فراقك تقيل، ولم تشاركها على يوتيوب لانه سيتم حذفها مثل اغانيها السابقة. شارك محمد جواني ستوريهات من المستشفى شارك فيها تجربته بمعالجة وزراعة الشعر. من بعد غياب لمدة أيام رجعت نور ستارز من جديد على انستغرام بهالستوري. صباح الخير بتوقيتي، اوكي اليوم بدي نظف سيارتي، خلصت جيم هلا وعم شرب امينو سو الجيم خلصنا منه، سيارتي لازم تتنظف، اظافري لازم يتزبطوا، صور جديدة لازم صور لانه ما عندي امبارح هيك رتبت كم. اما نارين بيوتي فودعت شيرين بيوتي بدبي من بعد مغادرة سيدرا قبل ايام وشاركت هالستوريهات. اوكي جايز سو شيرين مسافرة على السويد بعد يومين وخبرتني انه في هدية. انا من راتبي مو من راتبي اشتريت، هي اخذت كرت البنك وراحت على المول فجابت لي هدية فيه. اوكي اشتريت. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع اخبار اليوتيوبرز اول باول.